السلام عليكم. كرار. الله يحفظكم. ايش كنت تقرا من دخلت؟ السلام على اهل لا اله الا الله. السلام على اهل لا اله الا الله. من اهل لا اله الا الله. اول مره تدخل مقبره لو داخل مقبره؟ داخل مقبره. ولكن هذا الدخول يختلف. اكيد يختلف. تدخل للمقبرة حتى تزور أموات، تطلع لهم الفاتحة الراحلين. اليوم دخولك راح تدخل إلى مكان حفر قبرك. هذا الدخول شو يعني لك؟ أكيد دخولك كزائر للمقابر دائما تكون لاهن أو ساهي عما ستذهب إليه في المستقبل يعني. أما دخولك مثل دخول الحالة اللي تفكر به أنه ستدفن، سيهال عليك التراب، ستفارق الأحبة الأهل، يعني شعور مختلف صراحة. قرأت شنو مكتوب على اللافتة؟ شو مكتوب يا كرار على اللافتة؟ انتقل إلى رحمة الله كرار بكان. هل أجب بالك يجي يومش عندك لافتة؟ أكيد ما حد يخلص من هذا الموضوع. ما حد يخلص. أدري كرار، الموت حق علينا جميعا، ولكن كرار هل أجب باله بخاطره في مناسبة معينة في لحظة معينة أنه ترفع لافته؟ يعني اتمنى انه ترفع لافته وانا وقت بي دا اخدم. ايش تخدم؟ اخدم ابا عبد الله، اخدم صاحب الزمان امام زماني، اللي هو من خلال صناعه المحتوى اللي هي تعتبر خدمه. خدمه؟ خدمه عظيمه يعني صراحه. فاتمنى لحظه من لحظات الخدمه انه تكون عاقبته. خدمتك فقط بصناعة المحتوى؟ ما عندك فرصة أن تخدم الحسين في غير مكان؟ هي خدمة وتصدينا لصناعة المحتوى إجا من هاي الخدمة اللي بالمجال اللي تربينا من خلالها على أيدي الخطباء الروادي مراجعنا، هي إجت من هاي الخدمة. كرار قد عمره؟ 27 سنة. تحس انه هذا انه تدخل للمقبرة الى قبرك وترفع لافتك وانت في هذا العمر، شنو شعورك يعني؟ انت شاب مقتبل الحياة، كرار انت دقيق، كرار بكان من اصحاب المحتوى السريع البديهية، السلس اللسان، الطلق الكلام، أنت مكبل ليش؟ الرهبة يعني، رغم ما موجود الرهبة والخوف، لكن هم أهل البيت يوصون بأن يعيش المؤمن حالة الخوف والرجاء، فإحنا عايشين حالة الخوف حاليا بس مناسي الرجاء. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ارجو الله رجاء، ارجو الله رجاء لا يجرئك على معصيته، وخف الله خوفا لا يؤيسك من رحمته. فإحنا رغم خوفنا احنا ما مأيسين رحمة الله، خصوصا احنا من شيعة علي بن ابي طالب. سلام الله. يعني منو تتصور، منو تتصور اللي راح يرفع لافتك؟ اللي يعلي براء اللافتة هاي اتصور يعني اولاد عمي، لان الوالد ما راح يقدر، العمام ما راح يقدر،
هذا اللي ببالي من أولاد عمي، بس أتمنى يكون يعني أثناء ما تنرفع اللافتة وأن رفعاني على لحد يكون حاضر صاحب الزمان، وهذا توفيق يعني ما أستاهله أنا ما أستاهله، لكن أتمنى حضوره. أنت رجل تفهم الرمزيات حتما، أنا دخلي هذا الفانوس بعيدك اللي هو يرمز إلى قبس نور تتمناه أن يكون في قبرك الحسين، إن شاء الله نور الحسين. عاد نروح إلى مكان الحفر أنا وياك. قرار أنت الآن أمام قبر محفور في يوم ما ستلحن فيه، سأرحم فيه إن شاء الله. عظيم. وين راحت ذاكرتك بالخطوات اللي مشيتها لحين وصولك إلى القبر؟ راحت الأيام تقصيري تأخري بالرجوع إلى الحسين اللي هو بوابة إلى الله، بس رغم هذا التفكير لكن رحمة الله اللي تتمثل بالرجوع الحر اللي كان خارج ضد إمام زمانه وتغير لحظة واحدة وصار الحر الرياحي اللي وقبله الإمام وقبله جميل. الله فمن أنت تفكر بهاي الشخصية العظيمة اللي صارت عظيمة بخمس دقائق ممكن وأول شهداء، أنت يصيبك الاطمئنان. ندمان على مرحلة مريت بها في حياتك أو حدث؟ تأخري بالدخول لخدمة الحسين، يعني صار حالي حال الشباب، كنا يعني بعيدين، مو بعيدين كلش عن الخدمة لكن عايشين حياتنا مقلين بالخدمة. تحب تستريح؟ أنا عرفت منك إن والدك عدل، الله يكتب سلامته. الحمد لله يعطيك الصحة والعافية. والدتك عايشة؟ الحمد لله. متزوج كرا؟ لا للأسف. بعدك ما متزوج؟ قرار أمنيتك بالحياة قبل أنه فأمنية تتمنى أن تحققها قبل رحيلك، إذا كان ممكن تقولها قولها، ما أقدر تقولها ارمز لها شير لها، إنه أحظى بشوفة صاحب الزمان وقبوله عني وعن أعمالي اللي داخلها، يعني ألتمس قبوله قبل ما أروح لهذا القبر. ممكن أسألك سؤال خاص كرار؟ من لحظة دخولك بداية كلامه وياك لحظة وصولنا إلى هذا المكان، أنت كثير ما تذكر صاحب الزمان أجر الله تعالى فرجه الشريف، كثير ما تربط وجودك به، نهايتك به، أمنياتك به. سؤالي، أنت رجل متمرس رغم صغر سنك ولكن تمرست بالإعلام، قد يتصور البعض أنه هذا نوع من المحتوى تحاول أن تقدمه، هل هذا التعلق حقيقي أم مفتعل؟ كيف يكون مفتعل وهو إمام زماني المفترض الطاعة؟ يعني أنا هذا اللي دا أتكلم به هو فرض علي، فرض أن يكون متعلق بصاحب الزمان، تابع إلى أسعى لأن أنال رضاه. يعني صح أبو عبد الله ما مقصر، بس إمام زماني حاضر غائب هو الأهم حاليا بصناعة محتوى تعريف الناس.
تتقصد أنه تطرح هيك محتوى عن صاحب الزنا؟ الناس يعني للأسف يعني بعيدة عنه، ف بسبب بعدها عن الإمام لازم إحنا نكون سبب ولو بسيط أن يعرفهم هاي الشخصية العظيمة. هم في يوم من الأيام قدمت محتوى أو تأثرت بمحتوى إلى علاقة بالموت؟ لا للأسف الحمد لله يعني ما قدمت هذا المحتوى. لحظة دخولك الآن اجت في ذهنك سيناريو لمحتوى معين؟ تحس انه صار في داخلك فد رسالة انه توصلها خلال هذا المحتوى؟ ان شاء الله اني اكو بعض الامور اللي طرحوها الناس خصوصا الشباب هي رعب الموت والخوف من الموت. انت ما خايف من الموت؟ هو رهبة مو خوف، يعني خصوصا كونك تتابع صاحب الزمان أجداد، فأنا هاي الجزئية إن شاء الله أوصلها، أوصل الجزء الآخر من الموت اللي هو اللقاء، اللي هو الطمأنينة، اللي هو الرحمة، اللي هو الشفاعة، شفاعة أهل البيت، شفاعة أهل البيت. يعني أكو ناس إذا تسمح لي أطرح هذا الموضوع يقول إنه أنا أنتظر الحسين هو اللي يعني يكون واقف وياي عند الموت. بعض الناس يستشكلون انه شلون الحسين وعايف الله سبحانه وتعالى، يعني رغم انه هو الحسين رحمه من رحمات الله، رحمه الله الواسعه، اي لكن مو كل الرحمه، والا انه جد رسول الله كذلك. ف يعني يتجلى وجود الحسين برحمه الله، يعني احنا من خلال الحسين دا نلتمس رحمه الله. قرار يعني ما جاي اشوفك انه ما ادري تحاول ان تخفي الخوف او تحاول ان تبوبه. انا خلي اسال السؤال بطريقه اخرى، انت عندك خوف من الموت ام خوف من ما بعد الموت؟ هذا الامر، هذا الحدث فيه موت، الموت مرعب مؤلم مخيف، ما حد يعرف لحظته ولحظة وقوعه، هنا يكون خوف، وما بعد الموت هنالك حساب، هنالك عقاب، هنالك ثواب، أيضا فيه خوف. أي خوف اللي أنت يستوقفك يثيرك يرعبك؟ خوف لحظة الموت. خوف لحظة الموت؟ أنت مطمئن إلى ما بعد الموت؟ لست مطمئنا بالمعنى الصريح، لكن خوف لحظة الموت اللي يعني ممكن تجي بوقت غير مناسب، غير مناسب اللي هو أنا ما مستعد إليه. كيف تستعد للموت؟ بالخدمة. بالخدمة. خدمة الحسين. قرار، أنت شاب، أنت بمقتبل الحياة. نعم. الخدمة شيء عظيم، الصغير والكبير والرجل والمرأة والشاب والشيخ والعالي المراتب وداني المراتب. حاول أن تطل نفسك فرصة هاي الحياة نهايتها هالشكل حياتك، يعني أنت تحس مثلا، يعني أنت تهتم إلى مسألة مثلا تحس أكو جماليات بالخدمة مثلاً؟ أنت تقول حاول تنطي نفسك تعيش الحياة. أنا عايش الحياة، هي جمالياتك بهذا المكان؟ جمال الحياة هي محمد وآل محمد، يعني أنا من ألتمس وجودهم، ألتمس عطفهم، ألتمس وقوفهم وياي بهواي أمور، هاي الحياة الحقيقة. أنا أريدك وياي، لا تلتفت. حسيتك مقيد أنت، حسيتك شريد الذهن، أريدك وياي بس. أنت الآن في المقبرة، وهذه اللحظة في يوم ما، في لحظة ما، في ساعة ما، في سنة ما ستكون. أنت عندك خوف من الموت، من لحظة الموت، عندك شبه اطمئنان أو حالة من الأمان
لثقتك بصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، ثقتك بأهل البيت، ثقتك بنفسك أنه أنت خادم للحسين. لكن أنا أريد هذه لكن، وعندي سؤال. إحنا نسمي نفسنا خدام، نسمي نفسنا مقدمين بعض الأمور، لكن الإمام السجاد سلام الله عليه أحدى العيدة الصحيفة السجادية وعندنا كلام كلش مهم لازم يلتفت له كل شخص، يعني يقول: يا إلهي لو بكيت لك حتى تسقط أشفار عيني وانتحبت حتى يتقطع صوتي وقمت لك حتى تنتشر قدماي وركعت لك حتى ينخلع صلبي وسجدت لك حتى تتفقأ حدقتاي وأكلت تراب الأرض طول عمري وشربت ماء الرماد آخر الدهر وذكرتك خلال ذلك حتى يكل لساني ثم لم أرفع طرفي إلى آفاق السماء استحياء منك لم أستوجب بذلك محو سيئة واحدة من سيئات. فهاي كلها الخدمة اللي تنقدمها هي ما تستوجب من عندنا أنه الله يتغاضى عن سيئاتنا، لكن هاي أمور الخدمة نقدمها طمعا برحمة الله. يعني إحنا لو ما رحمة الله ما راح نكون موجودين. بدون رحمة الله كل شيء ما ممكن، لا ما في الدنيا نستحق ولا في الآخر. هل قدمت محتوى بهذا المستوى؟ بوابت شغلك بهذه اللغة بهذا الهدف؟ نعم الحمد لله، أي في البداية بوابنا الموضوع عن رحمة الله، لكن يعني رغم حسين التماس الناس واحتياجها الكلام عن رحمة الله، نشوف احتياجها المواضيع طرد الشبهات اللي تبعدها عن الدين أهم. هل مريت في حادثة أو موقف أو نتيجة من محتوى قدمته حسيت أنه هذه أدخلت عليك السرور، أشعرتك بأنه هنالك بطاقة أمان لك بعد الرحيل؟ إن يعني رغم تواضع العمل اللي دا أقدمه حاليا، اثنين فيديوهات اثنين قدمتهم. الأول هو عن موضوع الأغاني اللي الحمد لله يعني أثر بهواي شباب. تمام. أنا منظم ولا كلمة، صار الشاب يمشي ويقول أنا منظم ولا كلمة حتى ما يسوي ذنب بفضل الله. طبعا إحنا ما نعيد هذا الموضوع وتوفيقا. والعمل الثاني اللي هو نسبة حبك لصاحب الزمان، عبارة إلك ما أدري دي، يعني أتصور من خلال هاي الدقائق أنه كرار لا يزال ملتزم بها، أنه أنت ما معناها نحن مع علي وما يقول علي وأبناء علي. إذا قال علي فقد قال أبناءه، وإن قال أبناءه فقد قال علي. هاي العبارة خلت مساحة في شخصية كرار. كرار، شنو العبارة اللي تحب أن تنخط على قبرك؟ هل فكرت في يوم أن تختار عبارة تخط على قبرك إذا مت؟ خادم الحسين. خادم الحسين أهم عبارة. هاي العبارة لو كنت فعلا خادما مخلصا يعني تخط، يعني ما استاهل. من أقرب إليك يعني أو أنت منو تحس نفسك قريب إلى الوالد أو الوالدة؟ الوالدة هي حنينة. رغم حنية الوالد لكن تبقى الوالدة هي الأقرب. خايف عليها من هيك خبر؟ الله يديها الصحة والعافية. رغم أني حسيت هذا الشعور، يعني حسيت الشعور. شلون؟ شعور وفاة الوالد. ليش؟ يعني مرينا بظروف
الوالدة كانت مريضة جدا، دخلت عملية، فيعني ماكو إنسان يقول على والدته ماتت وعدت، أنا والدتي ماتت وعدت بالكهرباء. فاللحظة اللي شفتها فيها، أنت كنت واقف؟ كنت موجود. الحمد لله. ليش تكتم مشاعرك؟ يعني الوالدة عزيزة، الحمد لله اللي خلاها ويانا فترة أطول. شو تقول، شنو شعورها الآن؟ أجواء رمضان وإفطار وهذا وهي تشوف وليتها كرار جالس أمام القبر وينعى نفسه بطريقة أو بأخرى، إيش راح يكون شعورها؟ وليتها الوحيد هم. الوحيد؟ بس يعني متأكد هي دا تدرك طموح حالي، يعني ما تتحمل. والدتي حنينة جدا يعني، وكل الأمهات هيك، بس أمي يعني أبسط شيء يأذي يقهرها. من أجيت البرنامج شو تسلمت عليك؟ توصل دير بالك، مو تبقى وحدك. كراء حبيبي، من تخلص هسه دازت لي رسالة، دزت لي رسالة حبيبي. أم هم أذيتها؟ دائما هي تقول أنا راضي عليك، بس كنا مقصرين الحق، يعني شو ما نسوي لها ما راح نقدم شيء. ف يعني أدريني يا أم. لا ما أذيت. أدريني يا أم، هواي رفعت صوتي عليك. ما أذيت واحد بحياتك كرار؟ بقصد أكيد لا، يعني بدون قصد. أي أهم شيء عندنا حقوق الناس، يعني حقوق الناس شيء مهم، يعني تدوس على نفسك ولا تدوس على حقوق الناس. فممكن بدون قصد يعني، ونسألهم أن يسامحون. وين تكون أيام محرم؟ شيء كربلاء، شيء مواكب، شيء خدمة مكاني، أسلوبي اللي دا أقدمه الحمد لله. هم صادفتك ناس بالطريق والكذا تعرف كرار، شلون تتعامل وياهم؟ اللي الناس اللي تعرف كرار بتابعته، تتعامل وياك بحب، تتعامل وياك برضا، تحس انه انت نجحت بهذا الموضوع من خلال تعامل الناس معاك؟ يعني انا جدا اقدر وجود الناس ودعمهم وحبهم وتقبلهم ورضاهم عن الموضوع، لكن ليس هذا المقياس للنجاح. رضا صاحب الزمان اللي تمنيتها بالبداية، أنه ألتمس رضا وأعرف به قبل ما أموت. هاي أمنيته إن شاء الله. يعني إذا أمنيتي هي رضا صاحب الزمان والتمستها ورضا عني صاحب الزمان، شنو معنى؟ الله سبحانه وتعالى من فوق راضي. أكيد أكيد. دخلك أمنية تتمناها بالموت؟ أنت قلت أنه أتمنى أموت وأنا جاي أخدم، أتمنى أنه نور الإمام الحسين يدخل علي. هم عندك أمنية ثانية؟ أن يصير إضافة للخدمة، وأنت دا تخدم تستشهد. نوقف على القبر عادي؟ يا ما عندك. إذا أول ليلة لك في القبر ودخل عليك نور الإمام الحسين عليه السلام، إيش راح تقول له؟ شلون تستقبله؟ أقول له سامحني. سامحني؟ إي مقصرين، هو وايد مقصرين، يعني ما نستحق. هم تخيلت كيف راح تشاهد الإمام الحسين بأي شكل؟ ما قدرت. نور الله هو، ما أقدر. نور الله، ولكن هل أجي في خيالك إنه كيف راح تشاهد الإمام؟ أنت تتمنى أن الإمام الحسين يحضرك في أول ليلة، راح تشاهده مقطوع النحر، راح تشاهده مقطع الأشلام، راح تشاهده بقامته، شنو اللي دار في مخيلتك؟
كمشاهدة خيالية بداخلك للإمام الحسين. طرف عضات بس الله شرف. بس طرف عضات ما رأيك؟ أحد العلماء يقول ما تدري إنه ممكن سورة ياسين هي يا حسين من دون رأس، يعني ما بقى الحسين قطع أشلاء، ولكن يبقى نوره. أكيد رغم إحنا عايشين بنوره. أنت رجعت للراية ليش يا أخي؟ هل أنا محظوظ حتى آخذها؟ هاي الراية لك. شكرا. وانت امام قبرك والراس والحسين بيلك، شنو وصيتك لهذه عن هذه الراية؟ هل اجى في بالك وصية؟ حقيقة قبل الوصية انه الرهبة والخوف اللي كانت في البداية حسيتها زالت يعني، وهي راية، فكيف طرف عضاء؟ طرف عضاء، طرف عضاء ما رايك وجود طرف عضاءته يعني وجوده يعني رضا عنه، حتى لو يعاتبني يقول لي ليش سويت هيك، المهم وجوده. شنو وصيتك استني؟ شنو وصيتك عن هذه الراية؟ يعني تمسكوا لا تترك. راح تحتفظ بيها؟ اكيد. وين راح تخليها؟ ما افرض بيها، بروح شنو بيدك؟ السبحة واضحة، استخدمها هواي من زمان. من زمان ما تفارق التربة الحمد لله. ما تفارقك سواء سبحة أو تربة يعني. كرار، إذا أطلب من عندك بمقدار دقيقة أن تقدم رسالة لمتابعينك، خصوصا متابعينك كلهم من عمرك وعمر الشباب والمراهقين، أنت الآن في المقبرة وهذه الأجواء أمام القبر، بدقيقة ماذا تقول لمتابعينك؟ أولا إخوان، لا تروح من عالم الدنيا إلا وأنت عندك بصمة حسينية بحياتك، خصوصاً البصمة الحسينية اللي تلتمس بركاتها بالدنيا قبل الآخرة. فهاي النصيحة أتمنى تأخذوها بنظر الاعتبار، مهمة جداً. والخدمة الحسينية مو بس خدمة موكي وخدمة يعني زيارة أو غيره، ممكن أنت تكتب لك كتابة صغيرة من دون ما أحد يدري، هاي الكتابة الصغيرة تكون سبب
تغيير ناس هواي وانت ما تعرف الموضوع، بس خلي نيتك انه هي للحسن. احسنت. اللحظات الأخيرة من البرنامج أنا أدخليك وحدك، أنت الآن شعرت بالأمان، رأيت الإمام الحسين بين أيديك، كرار أنت الآن في المقبرة أمام قبرك، مسبحة التراب الحسيني بين يديك، راية الإمام الحسين بين يديك، أنا أريد أتركك وحدك بهاي الأجواء وبهذا المكان وأمام هذا القبر المحفور، ما هي كلمة كرار بكان الأخيرة لنفسه، لأهله، لمتابعيه، إلى من سوف يتوجه، إلى صاحب الزمان، إلى الإمام الحسين، ما هي كلمة كرار بكان الأخيرة؟ سيدي 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 يا عبد الله انشلون بي وسيق الواد لحسابي، وين ملئ مني المعاصي كتاب، انشلون بي لو غراب مني الأجل وأخذ سمعي لموت ولساني انشكل، وظلت عيوني تدير على الأهل تشوف فتهني الدميع لا ينصاب. إلى المرحوم السيد عبد الحسين الشرع، شلون بي يا لو قراب مني الأجل وأخذ سمعي لموت ويل كاني انشكل، ظلت عيوني تدير على الأهل تشوف فاتهني الدميع لا ينصاب.